رجلي هتولع يا صابر، رجلي هتولع. معلش يا حبيبتي، بس استحملي بس شويه، دول ناخد لنا قرشين كويسين، وبعدين يعني تحسساني انها اول مره. مش اول مره، بس عمر الجبس مولع في رجلي كده. ده انا يا دوبك دخلت الحمام نزلت على رجلي شويه ميه، حسيت ان لحمي بيتشوي. بيتشوي؟ بيتشوي ازاي؟ ده انا جايب لك انضف نوع من عند جبس الموال. الحيوان بيغشني؟ هو برضو اللي حيوان؟ اقول لك مكسوره تجيب لي جبس من عند الموال؟ ليه يا رب رزعتني بعي الكتيان يا رب؟ ليه يا ابني؟ بقول لك مكسوره، يعني المفروض جبس طبي من عند الصيدليه. هو انا اول مره اتكسر يا شيخه؟ انت محسساني ان انت مكسوره بجد؟ ما نفضح نفسينا بقى ونقول لكل يا استاذ احنا مش مكسورين. اسكت خالص، هتفضحنا. تسكت اسكت اسكت. يا شيخه استحملي شويه بقى. اهلا بك. مش تقوم تشيلني هنا، شايفني واقفه قدامي اهو. انا بسندك اهو. متعبه نفسك كده يا اختي، ربنا يخليك. لا اقعدي ارتاحي يا حبيبتي، مش تسندها برضو. اهو اتفضلي يا حبيبتي. يلا اهو شهر ويعدي بقى ان شاء الله، وكلي وتغذي كويس عشان تخفي بسرعه والكل يرتاح. ايه طب هي هتتعشى لوحديها ولا ايه يا ست هانم؟ يعني مفيش كده حته فرخه علينا، حته ورك جنبينا، حته صدر يدفينا؟ ايه فوقينا وتحتينا؟ لا بصي، احنا تحتينا في خط 119 بيعدي، يا دوبك تلحق تروح علشان بيقفل بدري. يلا طيب اقوم امشي انا بقى قبل ما انطرد. ده فعلا اللي كان هيحصل كمان شويه. لا تروح فين وتسيبنا لم مع ناس اغراب؟ يا شيخه يعني هي اول مره. ايه انت اتقابلت ولا ايه يا صابر؟ هو انا عمري بت عند ناس بره؟ اقصد يعني دول شكلهم ناس طيبين، دول حتى مش عايزيني امشي غير لما اكل معاهم. هو ماشي. انت قلتي ان مامتك جايه؟ جايه بعد يومين، بس تكون فكت الجبس بس ومشيت من عند الناس اللي عندهم. نعم. اصل ماما تعبانه جدا وعامله عمليه خطيره جدا في المستشفى في رجليها، وان شاء الله باذن الله هتخرج بكره باذن الله. باذن الله يا حبيبتي يا ماما. سلامتها الف سلامه. واضح ان انتوا ما بتضيعوش وقت خالص. الحسد الحسد يا حبيبتي الحسد. انت هتقولي لي ده فلق الحجر وفلق ماما؟ ده فلقني انا شخصيا. طب يعني اقعد ولا امشي ولا اتعشى معاكم؟ لا في 119 مش هتلحقوا. روح ماشي بعد كده. طيب سلام. انا بقى مع السلامه. يا استاذه انجي حضرتك رايحه فين؟ لا معلش، انت عايزه اي حاجه تانية؟ انا هطلع انام في الريسبشن. ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب اخير لو سمحتي؟ اموري. ممكن تاكليني؟ نعم يا اختي اكليني، محتاجه حنان الام. يا حياتي، بس انت ما شاء الله يعني ما اتشلتيش اهو، رجليكي بس هي اللي اتكسرت. يعني انت مش هتاكليني؟ لا مش هاكليكي. انا عارفه، انا عارفه انك مش هتستحمليني، وانا قلت بقى البركه فيكي، انت بقى اللي هتشيليني اليومين دول. يلا انا اكلم بقى الواد صابر يجي يوديني المستشفى وتبقى قضيه ويحبسوكي. لا مديحه، اخس عليك يا حبيبتي. معقوله معقوله عايزه تاكلي؟ روحي من عينيا الاثنين. لعلمك بقى انت جيتي مليتي عليا البيت بجد. بصي انا سعيده قوي ان انت معايا، بس اكلك ده يا سلام حاجه بسيطه قوي قوي قوي. كلي يا حبيبتي، كلي كلي يا روحي. عايزه سلطه ولا شوربه؟